أنا ذنكم، أنا تأخرت عليكم بس سمعتوا عن انفجار لاندمارك، طلعت إشاعات كثيرة عنه، إيش رأيك؟ رأيي إنه هذا متوقع وراح يحصل باستمرار، وهي مرة تانية الطبيعة البشرية، حب التضخيم، حب الإثارة، حب التشويق، المبالغة، زيادة المعلومات، زيادة المعلومات، أخذ أنا سبق إنه أنا أول واحد تكلمت في الموضوع وأنا عرفت قبلكم وأنا نشرت الخبر، فهي طبيعة بشرية. طبعا نرجع التوعية، بناء العقلية الرصينة اللي هي بتفكر قبل ما تنقل، تحاول تتحقق من الخبر. لكن يضاف إله أيضا اللي ذكره الأخ عمار قبل شوي، اللي هو القوانين التي توضع من أجل ضبط نقل الشائعات. القوانين التي توضع، يعني أنا لو حم يعني في البلد عندنا احنا مجموعة كبيرة من القوانين، وزارة الداخلية أصدرت قوانين وتوصل للحبس وتوصل لغرام مالية كبيرة. عمار، ليه حين الناس تطرش إشاعات وتألف وتزيد وعمدا؟ شو رأيك؟ يعني مثلا احنا ما نعتبر الشبكة الاجتماعية الواتساب يساهم في تضخيم المعلومات بنسبة 80%. هذا الشيء يمكن يعطينا الآن قوة احنا كمتخصصين في الإعلام الاجتماعي ان نوجه الناس ونقول لهم شلون يتعاملون مع الإشاعة. حلو، عندنا قوانين وعندنا يعني توجه الآن من الدولة، والحمد لله ان يعني دولة قطر قطعت شوط كبير في تأصيل القانوني لهذا الموضوع. الإشكاليتنا هم في القانون ولا في تطبيق القانون، إشكاليتنا في المستخدم نفسه اللي هو قاعد يحرص انه ينشر إشاعات. نفس ما شفنا مع موضوع الانفجار، أول شخص بادر من قطر ينشأ الهاشتاج أو الوسم في تويتر اعتبر الموضوع أنه انفجار داخل لاندمارك، بوسم انفجار لاندمارك، لأنه كان جنب اللاندمارك فقال أنه داخل مجمع اللاندمارك، فداخل اللاندمارك. وأنا فعلا يعني كنت عندي ناس موجودة داخل المجمع. لما هالناس يقعدون داخل مثلا وينتقلون من 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 مثلا إشاعة لإشاعة لإشاعة، هو انتقلت القضية من انفجار في المجمع التجاري إلى محطة، بعد ما صار في توجيه من ناس واعيين عندنا في مجتمع قطر بإنشاء هاشتاج انفجار في محطة غاز. أنا الحين قبل أن نكمل سوالفنا، عندنا أنا بعطي كل واحد منكم دقيقة، لكن هالمرة في شيء غريب. أنا بخلي واحد منكم يتكلم عن إيجابيات الإشاعة. بعض المؤسسات عندنا والدوائر الحكومية لما تيجي بتطلع قرار إن واحد يتبدل، بيكون من أفضل الأشياء اللي تسوينها تعطيه تقول والله طلع إشاعة بين الموظفين إن هالموضوع بيصير، أو طلع إشاعة عن هالموضوع. عندك دقيقة، أول ما شغل لك العداد أبيك تتكلم عن إيجابيات الإشاعة. موضوع صعب بس عندك دقيقة وبدأ الوقت. طبعا الإشاعة جزء من الحرب الإعلامية، البروباغاندا. نعم. هناك ما يسمى ببالونات الاختبار. حلو. أنا أستطيع أقيس رأي الناس في شيء قبل أن أقرر فيه. ممتاز. أطلق إشاعة، إذا وجدت الاستجابة إلها سلبية بشكل كبير أغير اللي ناوي أطلقه، إذا وجدت الاستجابة إيجابية أروح أطلق الشيء اللي أنا كنت ناوي حلو. أعمله. يعني تستخدم بالضبط. نعم. يعني استطلاع رأي مسبق. حلو. أيضا هناك لما يكون في منافسة سواء بين شركات تجارية أو بين دول، تستخدم الإشاعة من أجل لفت أنظار الناس إلى شيء آخر غير الحقيقة. نعم. أداة تستخدم والحرب خدعة. عندك وقت. استمر. جيد. فإذا يمكن الاستفادة من الإشاعة في تحقيق إنجاز متوافق مع أهداف المؤسسة أو الدولة باستطلاع الرأي والتعامل معه بطريقة كويسة. ممتاز. والله أنا صراحة فاجأتك بالسؤال، لكن كنت أتوقع أن يعني المعلومة اللي أعطيتها جدا حلوة. عمار، لك دقيقة. سلبيات الإشاعة. تمام. أول شيء موضوع التهويل، يعني أحيانا مثلا نفس اللي صار عندنا في الانفجار، الناس اللي كانوا قريبة من الانفجار ما تخيلوا الصورة الذهنية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الثاني موضوع تزوير الخطابات الرسمية، يعني بعض الناس تستخدم موضوع التزوير أنه والله هذه فعلا هالشيء صار وهو فعلا بالفوتوشوب ولعبة موجودة بهالشيء. الأمر الثالث موضوع التقنيات اللي يتم فيها مونتاج الفيديو أو الصور، وهذا الشيء نشوفه الآن يساهم أنه كنوع من التوثيق أن هذا الشيء فعلا صار هذا الشيء ما صار.
الأمر الرابع موضوع أن يعني الناس بدأت تساهم في نشر الإشاعة والشخص يصير مصدر لهذا الموضوع، حتى أن عندنا اللي هو نسميهم البيض أو الحسابات المستعار الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تساعد أصلا في انتشار المعلومة. سابقا كان مستخدم شخص عاقل، الآن في برمجيات قاعدة تصير على الإنترنت تنشر هالمعلومة. انتهى الوقت، ما شاء الله عليك، بالضبط يعني خلال دقيقة أعطيتنا سلبيات الإشاعات كلها في الشبكات الاجتماعية.